مراحب. الرادار اليوم عم يتعقب سابقة لا مثيل لها في تاريخ الديمقراطيات حول العالم، وهي أن يقوم وزير الشباب والرياضة جورج كلس بتكليف نفسه لتولي صلاحيات ومهام المدير العام بالوزارة. وفق المستند، قرر وزير الشباب والرياضة منذ نحو السنة تكليف نفسه بمنصب مدير عام، وهو أمر يتعارض مع المبدأ الدستوري والقانوني لعدة اعتبارات، ولكن هالشيء طبيعي بالنسبة للوزير المدير. عندي مستند أمامي، حضرتك معين حالك مدير عام بالوزارة؟ كلف حالي. ايه مش غريب هذا الشيء؟ لا مش غريب أبدا. يعني المسابقة بتاريخ الجمهوريات كلها هيدي أنه وزير يعين حاله مدير عام؟ صار له سنة وشهر الشغلة. ما أنا هلأ وصلتني، بس في شيء غريب، ما أنت تضارب صلاحيات صار، ما أنت ما شغلتك تتوقع بعد المدير العام؟ إذا في مرسوم بده يتطلب مدير عام يكون في ترخيص، هذا أوكي. قرار بهالموضوع. طيب إذا بده يطلع قرار ما بدك توقع مدير عام بتصير تمضي عنك وعنه؟ يعني مش تضارب صلاحيات هو الفوق بعض؟ لا لا أبداً. نحن في رئيسين مصلحة، أوكي. كل رئيس مصلحة هو بيمضي وأنا بمضي محل المدير العام. وفق الدستور يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كلهم بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته. يعني في إدارة عنده مش هو بالإدارة، بينما بحسب القانون يعاون الوزير في الإدارة العامة. مدير عام هو الرئيس الإداري الأعلى لجميع الموظفين المنتسبين إليها. يشرف المدير العام على سير الأعمال ويتولى مراقبتها وتنسيقها مع جميع المصالح والدوائر والهيئات التابعة للوزارة، وعليه أن يؤشر على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الأوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير أو أن يبدي بشأنها مطالعة خطية. يعني المراسيم والقرارات بدها توقيع شخصين، الوزير والمدير العام، لحولهم كلاس لشخص واحد، وعليه الوزير تتم محاسبته من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما المدير العام يخضع للتفتيش المركزي. الوزير عنده حصانة في حين أن المدير العام لا يتمتع بحصانة، وبالتالي الموضوع غريب عجيب. وذريعة الوزير أنه ما حدا قدم طعم بالأمر، وأنه الأمر تم بعلم رئيس الحكومة. أنا ما كلفت نفسي، أنا حطيت صلاحيات بإيدي حسب النص اللي عملته، ما حدا لا طعن، وهيدا مبني على قرارات قانونية. أنت حضرتك وزير شباب ورياضة، بيقدر يكون حكم ولاعب بنفس الوقت؟ جولر تلعب جولر وحكم بنفس الوقت؟ عم تاخذ الشغلة على محل تاني استاذ امين، هذا غير وضع. يعني كيف غير وضع؟ انه انت اذا كل وزير بده يعين نفسه مدير عام، معلش شو العازل الاداره؟ اذا هيدي صحيحه يبنى عليها، واذا غلط تنقض. بدك اكثر من هيك؟ يبنى عليها، بس شو ما نبني على هذا الموضوع؟ انه انت شايفها منطقيه؟ انا شايفت اللي لازم ينعمل اداريا وعملت. الخطر انه الوزير يتباهى بفعلته ويعول ان تعتمد هذه السابقه، وهيدا تحديدا لمخوفنا انه تصير هالحالة معتمدة ويتحول كل وزير الى مدير ونصادر الصلاحيات، وبالتالي هذا الامر برسم رئيس الحكومة للتحرك ووقف هذه المهزلة غير القانونية وغير الدستورية. بأمان الله.